السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة أخبار الفجر المغربية. نتواجد معكم بالخيرية الإسلامية بالعريش اللي كتعرف تنظيم وقفة احتجاجية للمستخدمين، ومعنا السي حميد مستخدم بالخيرية الإسلامية بالعريش باش يوضح لنا شنو هي الأسباب والدوافع اللي خلاتهم يديروا هذه الوقفة الاحتجاجية في هذا الوقت. بسم الله. أسباب اش غادي نقول لك، على حسب المشكل ديالنا اللي كاين، وهما المشكل الأساسي وهو المستحقات ديالنا أصلا ما توصلناش بها نهائيا. ديما كانوا كيعطيونا واحد الثمن، يعني بحال اللي تقول لك بان وصلنا للدرجه على اساس كنسعاو، يعني ما تعاود اللي غادي دي المسائل يعني ديالك قانونيا، بحال اللي بانك خدام في شي كوري ولا في شي مرصا ولا على. وهي المشكل الاساسي اللي كان انا اللي كنستغرب فيه، بان هي المؤسسه ديال الدوله واللي كنستغرب فيها بعدا هو العجاب، وهي كيتمارس علينا واحد النوع ديال واحد الضغوطات ماديا ومعنويا. هذه اولها. وثانيا على اساس بان باش ينضموا لنا الناس ديال المستخدمين اللي كاينه في وسط الدرد المسنين كنسمعوا على اساس مستخدم بان كنتلاقى به مي كيعطيني شي نقاش بيني وبينه، كيقول لي على اساس راه كاينه ضغوطات عندنا تما، راه كيجينا كيقول لك بان الا مشيتي اتصلتي بهم او لا مشيتي ديرتي معاهم واحد وقفه احتجاجيه مع السلامه. هذا هو المشكل الاساسي اللي كنعانيوا فيهم، فهمتيني؟ وزائد هنايا الناس المستخدمين زعما مغلوب على امره، هذا هو اللي كاين. حتى المشكله يعني تعطيه باش يعبر على راسه ما كيعرفش كيفاش يعبر، لان كاينه بعدا الديكتاتوريه هنايا، كاينه قمع، كاينه الاكاذيب، ما كايناش شي حاجه اللي شي امور اللي غادي بعدا غادي نقولوا بان كاينه واحد التواصل، ما كاينه لا تواصل ولا هم يحزنون، كاينه على الخزعبلات والخرافات هنايا، فهمتيني؟ وزائد كاينه اختلاسات هنايا، هذه اقولها واصرح بها دائما، فهمتيني؟ كاينه اختلاسات في وسط المؤسسه، وحنايا هنايا بحال القطع، مي كيشوفوا اصلا هذه الوقفه هذه هاد الوقفه ديال الاحتجاجيه اللي كنعيشوا هاد اللحظه هذه، اصلا ما كيعجبهمش الامر بان علاش توقف. جان عندنا ديك النهار هنايا، مشينا للمندوبيه ديال الشغل، مشينا درنا واحد الجلسه مغلقه مع مفتش الشغل، قال لك على اساس بان هو ما عنده والو. مفتش ديال الشغل كيقول له شنو المهنه ديالك؟ دابا هنا الغريب الامر، كيقول له مقاول، عندي مدارس بريفي. ايوا راه مشكل بانك انت خصك تادي الواجبات ديال الناس، انا ما عنديش منين نعطيك من جيمي، علاش انت مسؤول على واحد المؤسسه؟ علاش كتقضي المصالح ديالك؟ هذا هو اللي كاين. وزائد الجمعيه بان كاينه واحد المرتزقه هنايا، مجموعه هنايا، واحد المافيا كيديروا ما بغا، كل شيء عضو واحد من الجمعيه يجي يسندك ويشوف المحل اللي كتعيش فيهم مزيان. ابدا كيدوزو حدانا هنا من الشارع، كيشفيو الغليل ديالو والنفيس، كيرتاحو نفسيا. دوزنا رمضان، العذاب الاليم، عيد الفطر، العذاب الاليم، ها هو عيد الاضحى على الابواب، لا شيء. كيجي لنا هنا وجع عقبله هنايا، كيدير لنا الاشهار ديال الطوموبيله كتمشي وكتجي لنا هنايا، ما كنفهمش. عيد اللي يتحاور معايا بيننا وبينكم جوج الهضرات، الوراق، شنو هما الوراق؟ باش تخليني بان هاد الحاله اللي كنعيشوا، هاد البهدله هاد اللي كنعيشوها دابا راه بهدله، زائد الماساه ديال المستخدمين اللي كنعيشوهم هنا، كل واحد وشنو عنده، ماساه، والله العظيم. قلت لك على اساس بان المستخدمين اصلا المعاناه اللي كيعانيهم هنايا كاينه ماساه، يعني كنجلسوا مع بعضياتنا ما كنقدرش نطيق بان نسمع شي حوار بيني وبينه، لان كنقول كفايه عيد ديالي انا، مي كتسمع ديالو كيوقع لك واحد البلوكاج، يعني مي كتعاود لك اولا كيعاود لك مستخدم كصديق ديالك في وسط المؤسسه، كتحس بواحد اش غادي نقول لك، الاحباط. بهذا المفهوم كاينه واحد الاحباط. رسلنا للسيد العامل، المندوبه، فهمتيني؟ الاخت المندوبه، الاكاذيب، السيد عبد الله بوصابون رئيس الجمعيه، الاكاذيب،
مشينا عند طرقنا الابواب العماله، ما كاين لا عامل ولا هم يحزنون، سوى حاجه واحده، سوى غادي تكون شي زياره ملكيه هنايا ويشوف هاد القطاع الطرق اللي هنايا دايرين هنا واحد المصائب الكبرى هنايا. يعني اش غادي نقول لك، واحد الحياه كانت تستغرب مع راسي، ما كيخليكش من اتجاه تشبر، اش من اتجاه، واش تسمح في العمل ديالك؟ ما يمكنش الانسان كل واحد شنو ضرب هنايا واحد المده 23 25 16 17 10 سنين، ما يمكنش، لا يمكن ابدا، فهمتيني، مستحيل. كو كان بان عيكو كان تحاور معنا بان نعطيكم المستحقات ديالكم مع السلامه، بان يعني رفضنا كمستخدمين هنايا مع السلامه. انت ما خليتيني نمشي بحالي، ما خليتيني نخدم بان نمارس واحد العمل ديالي بواحد النشاط، ما كنفهم والو، فهمتيني. علاش شحال المده دابا باش الرواتب ديالكم قطعت عليكم؟ الرواتب ديالنا قول من شهر جوج، من شهر جوج، جوج ثلاثة أربعة خمسة، دابا هذا ستة، ستة حنا داخلين فيه دابا. ولما أنت تحمل المسؤولية بالدرجة الأولى في هذا القطاع ديال هذا الرواتب ديالكم؟ المسؤول الأول على القطاع ديال الرواتب ديالكم، شنو تيقولوا لكم هاد الناس؟ المسؤول الأول بعدا أنا كنحمل المسؤولية ديال الرئيس الجمعية الخيرية الإسلامية، ما فهمناش هذا الخير هذا فين هو، والله ما عرفت، ما عرفتش هذا الخير هذا، عنوان جمعية الخيرية الإسلامية، ما فهمتش هذا الإسلام هذا اللي فارضين علينا هنايا. الناس كتنهب لك جيمك، انت كتمشي عند الأسرة ديالك كتجبر مأساة، داو ما كرا مرض، ما عنده شيء، ما عنده شيء، ما عنده شيء اصلا ديك الفكرة باش يتواصل معك باش يقول لك انا كنقدر الماء، ولكن كيجي كيدير معك واحد المسرحية كيقول لك انا معاك، فايش معايا في الهموم ديالي؟ ما يمكنش، مستحيل باش تقارن بانك نسينا معايا، انا نسينا عندك المدارس ديالك ديال بريفي، عندك مقاول غتحس بيا، لا كتكذب عليا، كتكذب عليا، راه معروفه معروفه، ولكني كنقول لك كاينه شي امور في وسط المؤسسه كنعيل الجدران اللي مخبينها، وكانوا كيمارسوا هنايا شي امور اللي العقل ما كيتقبلاش نهائيا. انا كهاد العبد الضعيف، انا عطاوني مهمه نأديها، وداروا معنا على اساس بان يلتزموا معنا بالحقوق ديالنا، ما التحقناش بها نهائيا، انا والصديق ديالي. علاش هاد المهمه؟ المهمه على اساس بان كنا حنا كمربيين ليليين، ولكن القانون ديالهم اللي اصلا اللي فارض عليهم بان يديروا مربيين كيخبعوا ديك التغطيه ديال بانك مربي بان يعطيوها المستحقات ديالو، كنقولوا ماشي مشكل، حنا اولى، لا حنايا لا مربي تدخلوا قانونيا يعيش مع المأساة ديال الاطفال، راه كتفهم بان المسؤوليه ديال الاطفال حمل ثقيل. درنا مراسله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، ما كنسمعوش بان شي جواب مفرح، ما كيناش. سردنا المدير العام عاوتاني واحد الرساله، سردوا ديك الرساله بيناتهم، انا ما قريتهاش، ما شفتش شنو فوسط ديك الرساله، انا ما نكذبش عليك، انا اصلا ما عرفتش، ما طالعتش عليها، على حسب المندوبيه، على حسب المندوبه، بان التواصل بين وما بين المدير العام ما عرفتش شنو بيناتهم، فهمتيني. وزائد المشكله شنو، كلشي كي تقريبا نقدر نقول لك كلشي عنده المبرر الاساسي اللي كيبان لهم، كورونا، وكورونا الحقيقيه هي هذه اللي كنعيشوها، ها الكورونا الحقيقيه. انا كنت اصلا عايشين حنا في الكورونا، الناس كاملين في البيوت ديالهم، حنا ماشيين مجي، شنو وقع؟ وقع والو، باقي حي يرزق. ولكن المشكل الاساسي اللي كنقولو، انا عندي 1000% عندي احساس كاين اختلاسات هنا في وسط المؤسسه، وهذا الشيء هذا واخا كنتذكروا عليه، اللي خصنا هو الاهم، وهو المستحقات ديالنا، غير المستحقات ديالنا. تصور ما تشبرش، عيب والله العظيم، الا ما عار
الى ما عار. وكيجي الانسان كيجي كيقول لك السلام عليكم، ما فهمتش السلام عليكم، ما فهمتش، ضربني بكا وسبقني وشكا، كيفاش غادي تتعامل معاه، كيفاش غادي تتحاور معاه؟ الى متى هاد الوقفه اللي دايرين نتوما؟ هاد الوقفه هادي كل شهر، كل شهر الى حين، الى حين، الى اش غادي نقول لك، الى تيفرجها الله وصافي يخلصونا. فهمتيني؟ ما تنتظروش يفرج الله، ما تنتظروا والو من المسؤول. يعني انا بالنسبه لي، لي انا ما نقدر نقول لك جميع المسؤولين انا بعدا فقدت فيهم الثقه نهائيا بتاتا، كذبش عليك، باقي الثقه وهي في الخالق وصافي، هو اللي غادي يسبب يدير شي سبب، شي انسان، شي كائن، شي كائن حي يحطو ويعمل له شي سبحان الله كون فيكون، ويكون عنده شي ضمير، شي ضمير حي، لان الضمير ما بقاش اصلا. جميل الابواب اللي كنشوفوها ما كاينه شي ضمير، لا مندوبه ولا مدير عام، ولا تمشي عند العامل، العامل اصلا ليلا ونهارا كيدوز من حداك من هنا كيشوف مأساة الناس، ما كيتسوقش، ما كاينه شي جواب بان جا عندنا الاخ الباشا، جا عندنا هنا حتى الحوار، الحوار فيه استفزاز، ايوا خصكم تعرفوا مع من كتهضروا. انا الباشا شكون انت؟ الخالق شكون انت؟ واش الخالق ما فهمناكش شكون انت؟ اول بعد السلام عليكم باش نتواصل معك، باش نعرفك شكون انت، باش نعرفك شكون انت، باش نقول هذا راه السيد الباشا. انت جيتي تحطيتي ما عرفتكش واش جيتي بان عندك شي صديق هنا تعرف عليه، ما عرفتكش واش بانك عاد تسول على شي امور، بان باش نقول لك راه اللي كاينه، اللي كاينه باش نتواصل معك، ما بان لي والو. شوف برق في الهاتف، السلام عليكم، مع السلامه. اذا كيفاش غنتواصلوا وكيفاش غادي يحس بك هذا الانسان؟ هذا بقاو تما، شوف كيقول لك بقى تما، هذا غتنتظر منه شي خير؟ لا ابدا. وهذا الشاري حساس، هذا عمر بن عبد العزيز حساس، راه كيدوز منه العميل الباشا، كيدوز منه جميع المناصب العليا كدوز منه منه. ورغم ذلك ما كايناش شي قلب رحيم جان عندك من هنا ويقول لك السلام عليكم، ها المشكل ديالكم، ها اللي كاينه، ها اللي كاينه، كنعطيكم المده محدده، ها اللي كاينه، ها اللي كاين، حرام. وحسبنا الله ونعم الوكيل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب، او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.